اهلا بيكم وحلقه جديده من بتصبح عليك يوم الثلاث. النهارده معانا فقرات الحقيقه متميزه جدا، منهم فقره عن اثر مهم جدا في القاهره وهو ليه تاريخ كبير جدا وليه يعني مساحه كمان كبيره جدا في القاهره. الحقيقه يكون معنا في فقرتنا الاولى تاريخ ونشاه جامع الازهر واهميته، يعني سبب التسمية إيه؟ الإضافات اللي تمت لهذا البناء على مر العصور. هيكون عندنا لقاء مع الأستاذ دكتور محمود حسين أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة. أما فقرتنا الثانية هتكون خاصة بتطوير التعليم، مشروع قومي لتطوير التعليم، قد إيه هذا المشروع مهم جدا للارتقاء بالتعليم بشكل عام وتطوير هذا التعليم من خلال المدرس، من خلال المناهج الدراسية. موضوعات عديدة جدا هنناقشها من خلال لقائنا مع الكاتب والأديب التربوي الأستاذ علي عبد الفتاح المعبود. قبل ما نبدأ فقراتنا هيكون عندنا هذا الدعاء نبدأ به اليوم وبعدها نعود مرة أخرى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، هنشوف دلوقتي تقرير مهم جدا عن الرياضة، قد إيه الرياضة مهمة للنشاط والحيوية وأيضا للحفاظ على الجسم. الحقيقة يكون عندنا يعني وزن مثالي الحقيقة من خلال التمرينات الرياضية. في ناس كتيرة جدا الحقيقة بتستغل شهر رمضان الكريم ان هي تمارس الرياضة، سواء يعني بعض التمرينات او رياضة المشية قبل الفطار على طول، يمكن قبلها بساعة. الحقيقة ده بيحاول ان هو يقلل جدا في الوزن، بيدينا نشاط. طبعا مش كل الناس عندها هذه القدرة، لكن في ناس كتيرة جدا بتحاول ان هي تمارس الرياضة قبل الفطار يمكن بساعة او بساعة. في ناس كمان بتحب ان هي تمارسها بعد الفطار بساعه. الحقيقه هنشوف بعض التمرينات الرياضيه ونعود مره اخرى. صباح الخير عليكم. النهارده معاكم ان شاء الله كابتن مؤمن، وانا معاكم كابتن مصطفى ابو الخير مدرب لياقه بدنيه وكمال اجسام. طبعا كلنا عارفين رمضان يعني القطايف، الكنافه، البسبوسه، غيره غيره غيره، دي كلها اكلات جميله وكلنا بنحبها وعادات موروثه عندنا من زمان كمصريين. ولكن هي المشكله الكبيره قوي يا جماعه ان هي فيها نسبه سكريات عاليه قوي، كوليسترول عالي جدا، ده بيعمل لنا مشاكل. والمفروض ان انا اطلع من شهر رمضان وزني مظبوط، فقدت كتير من الفات او الدهون الزياده عن جسمي او حاجتي، بدات انظم مواعيد اكلي، بدات انظم مواعيد يومي، معدتي اتظبطت في موضوع الهضم والحرق لان انا نظمت لها مواعيد الاكل. فاحنا اتخلصنا من حاجات كتيره وعادات سيئه كتير، مش عايزين ان احنا نبوظ ده كله يا جماعه بفكره ان انا اكثف الحلويات او السكريات كتير. فاحنا النهارده يا جماعه مع بعض زي ما اتفقنا وقلنا، الحلويات جميلة وكويسة ومرتبطة بتقاليد وطقوس الشهر الكريم، ولكن ناخد نسب بسيطة عشان ما نزعلش قرايبنا وما نزعلش معدتنا برضه. النهارده معانا كابتن مؤمن، وهنشتغل النهارده مع بعض على عضلة جديدة اللي هي عضلة الترايسبس أو عضلة الدراع الخلفية. هنبدأ مع بعض كابتن باللاستيك، نفس الفكرة، أداة بسيطة جدا احنا كلنا بنستخدمها مع بعض كابتن. هنبدأ جزء فردي اللي هو التمرين الفرنساوي الجالس، أو وأنا واقف ممكن أشتغل برضه مفيش مشكلة بالشكل ده، وده بيبقى للجزء الداخلي لعضلة الترايسبس. كلمة تراي يا جماعة يعني هي ثلاثة باللاتين، عضلة لها ثلاث رؤوس، أنا بشتغل على جزء منها اللي هو الرأس الداخلية ليها. وبنجيب ست عدات، نبدأ على الدراع الثاني مظبوط كده بالظبط يا كابتن. بحاول إن أنا أوظف اللاستيك بتاعي عشان لما أجي أشتغل يبقى مناسب لطول دراعي وطول جذعي، تمام مظبوط زي ما الكابتن عمل، هو عدل اللاستيك عشان يبقى مريح معاه في التمرين. جبنا ست عدات مظبوط.
هنبدأ نشتغل تمرين تجميع للدراعين مع بعض. بضم ايدي الاثنين خلفي وابدأ اضمهم اكني ماسك دمبل بنفس الشكل كده. يا جماعة احنا زي ما شايفين اكننا عندنا جيم كامل في البيت من غير ويت او من غير دمبل. انا ممكن استخدم اللاستيك وهي سهلة جدا ان انا استخدمها في كل حاجة. خلصنا التمرينة دي، اخر تمرين اللي هو تمرين الخلفي للجزء الخلفي اللي هو اكبر جزء في عضلة الترايسبس. بميل برجع رجل ورا واثبت كوعي بنفس الشكل ده، ابدأ احرك المعصم او الجزء الاسفل من الدراع اللي هو الرسغ، تمام؟ وتركيزي كله على الجزء الخلفي لعضلة الترايسبس. مظبوط، بجيب 6 عدات بالشكل ده، دراع الناحية التانية بثبت مظبوط وبشوف الطول المناسب لدراعي وجزعي. ارجع الرجل ورا، رجل الشمال ايوه، وابدا اثبت دراعي واشتغل. مظبوط يا كابتن، زي ما اتفقنا احنا شغالين على المنطقة الخلفية او الراس الخلفية للدراع. جبنا 6 عدات، خلصنا مظبوط. ممكن نعمل تكرارات من التمرين ده او مجاميع اكتر شويه، بس زي ما اتفقنا يا جماعه ان انا وانا صايم باخد وقت صغير قوي للتمرين، ما برهقش نفسي، ما بجهدش روحي عشان يومي لسه طويل ومش عايز اقضي يومي وانا حاسس بجوع او عطش او غيره. وان شاء الله يا رب النهارده نكون وصلنا لكم معلومه جديده وتمرينه جديده، وبنصبح عليك ورمضان كريم. من بوابة الأهرام، بسام راضي الرئيس السيسي يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. منح الرئيس عبد الفتاح السيسي سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده ودوره في دعم العلاقات المصرية الصينية. وصرح بذلك السفير بسام راضي متحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، جاء التكريم بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الصيني بمصر والتي امتدت لقرابة 9 أعوام قضاها في القاهرة، أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين. أعرب السفير الصيني من جانبه عن عمق عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبرا أن هذا التكريم ليس لشخصي وجهودي فحسب بل لدولة الصين حكومة وشعبا. موقع أخبار مصر، الرئيس يبحث مع نوبل إنرجي تطوير أنشطة الشركة في مصر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ديفيد ستوفر رئيس مجلس إدارة ورئيس التنفيذي لشركة نوبل إنرجي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة. وصرح السفير بسام راضي متحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول المباحثات حول آفاق تطوير أنشطة شركة نوبل إنرجي في مصر، حيث أشاد السفير السيد صفر في هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد. من بوابة الأهرام، رئيس الوزراء يكلف بتطوير القاهرة لاستعادة دورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث. كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مضيفا أن هذا هو أحد أهداف بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتمثل في أن تعود القاهرة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث.
من أخبار اليوم، وزير الخارجية يؤكد أهمية دفع العلاقات المصرية الكندية في مختلف المجالات. أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية دفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، فضلا عن تنشيط الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. ليسمى وأن كندا تتمتع بثقل دولي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء أمس الاثنين رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري والوفد المرافق له، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير استعرض خلال اللقاء وبشكل مفصل التطورات الإيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر، وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر وكندا وتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الاستفادة من الفرص العديدة في مصر. من موقع أخبار مصر، مدبولي يوجه بسرعة التأسيس الوحدات بالمشروعات تطوير العشوائيات غير الآمنة. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تأسيس الوحدات التي تم تنفيذها في مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لتسليمها لمستحقيها. جاء ذلك في اتصال هاتفي بوزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس الاثنين. واستعرض اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع موقف تسكين الوحدات التي تم تنفيذها للمواطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة، ومن بينها مشروع الأسمرات 3، كما تم استعراض عدد الوحدات السكنية بمشروع أهالينا 1 بواقع 1096 وحدة سكنية، ومشروع المحروسة 2 بواقع 1666 وحدة سكنية، ومشروع المحروسة 1 بإجمالي 3229 وحدة سكنية، ومشروع رودة السيدة بواقع 816 وحدة سكنية. من موقع أخبار مصر، انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام التابلت في المحافظات. يواصل طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019 لليوم الثاني على التوالي بجميع محافظات الجمهورية، حيث انتظم سير الامتحانات إلكترونيا في أغلب المدارس. شيخ الأزهر مستعدون للتعاون مع كندا كنموذج للتعايش والتسامح الاجتماعي. أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استعداد الأزهر الشريف لتوثيق أواصر التعاون مع كندا كواحدة من الدول التي تمثل نموذجا للتعايش والتسامح الاجتماعي على أرضها. وأوضح شيخ الأزهر خلال لقاء أمس الاثنين جورج فيري رئيس مجلس الشيوخ الكندي والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة أن الأزهر يعد أعرق مؤسسة تعليمية لا زالت تقوم بدورها منذ أكثر من 1000 عام، حيث يدرس فيه ملايين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، كما يقوم بدور اجتماعي هام بترسيخ قيم السلام والتعايش الاجتماعي. أخبار اليوم، للمرة الثانية على التوالي مصر رئيسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. فازت مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لفترة من وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت مصر تترأس المكتب في عام 2019-2020 تترأس هذا المجلس التنفيذي خلال الفترة 2017-2018 نظرا لدورها الهام والمحوري في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب أمس الاثنين 20 مايو بمقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف. موقع أخبار مصر، وده آخر خبر معنا عن حالة الطقس. الأرصاد اليوم طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. القاهرة العظمى 39 والصغرى 21، الإسكندرية 33 العظمى، الصغرى 19، مطروح العظمى 31 والصغرى 18، بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21، السويس 39 العظمى و20 الصغرى، العريش 29 العظمى والصغرى 18، شرم الشيخ 38 والصغرى 25،
25، الغردقه 37 العظمى 25 الصغرى، المنيا 41 العظمى والصغرى 20، اسيوط العظمى 41 والصغرى 22، سوهاج العظمى 41 والصغرى 22، الاقصر 41 العظمى والصغرى 23، اسوان 41 العظمى و24 الصغرى، شلاتين 34 العظمى و23 الصغرى، حلايب 31 العظمى و25 الصغرى. دي كانت اهم الاخبار اللي معانا. هنشوف دلوقتي تقرير مهم جدا عن الازهر، وبعدها نعود مره اخرى واولى فقرتنا. الأزهر الشريف قلعة الإسلام، ويعتبره آخرين منارة الإسلام في مصر، فهو أقدم مؤسسة إسلامية في مصر والعالم، بل وأهمها نظرا للدور الكبير الذي قام به الأزهر الشريف منذ تأسيسه في نشر التعليم الإسلام الوسطي في العالم. خلال هذا الشهر من كل عام يحتفل الأزهر الشريف بوقت إنشائه، وقد مر على إنشاء هذا العام 1079 عام هجري، وضع الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أول الخلفاء الفاطميين في مصر حجر الأساس لبناء مسجد الأزهر الشريف في القاهرة عام 970 ميلاديا. منارة الإسلام في مصر، وبيقدم الإسلام الوسطي، وبيقدم إسلام وسطي جميل جدا في سماحة الإسلام، في طهارة الإسلام، في محبة الإسلام. الإسلام دين معاملة جميل جدا. الإسلام نزل في تسامح، نزل في حب، نزل في معاملة الناس مع بعضها، لمعاملة الناس كافة، في الناس المسلمين أجمعين. هو منارة لجميع الدول الإسلامية، وجميع الطلبة من مختلف أنحاء العالم بتيجي تدرس هنا في الأزهر الشريف، دول شرق آسيا كلها ودول أندونيسيا وجميع الدول الأوروبية بيجوا يدرسوا في الأزهر الشريف. وقد شرع قائد الإسلامية جوهر الصقلي بناء المسجد، وانتهى منه عام 972 ميلاديا، ليصبح أول مسجد فاطمي شيعي يقام في مدينة القاهرة. وبمرور الوقت توسع الحكام الفاطميون في بناء الجامع الأزهر، وألحقوا به مدارس وأبنية تعليمية ومحاريب وغيرها. الأزهر الشريف هو أقدم مؤسسة مصرية في مصر، وهي بتنمي وبتشجع، يعني بتنشر الدين الإسلامي في مصر. الأزهر طبعا له دور كبير جدا في نشر الإسلام حوالين العالم كله، مش في مصر بس، هو يعني أساسه في مصر طبعا، هو أول حاجة نشرت الإسلام في العالم وفي مصر. فالأزهر الشريف يعني بمشايخه بعلمائه بكل حاجة فيه، هو الأزهر ده آدم منارة تعليمية في العالم، بيجي منه وافدين من جميع دول العالم، من أغلبيتها طبعا أفريقيا وآسيا، وفي برضو من أوروبا بس نسبة ضئيلة جدا. فالأزهر مؤسسة تعليمية ثقافية علمية ومجمع للعلوم الإسلامية وللبحوث وللدراسات التي تخدم الثقافة والفكر الإسلاميين، والتي تقدم زادا معرفيا روحيا للمسلمين في كل مكان. جامع الأزهر، والحقيقة هنتكلم على تاريخ جامع الأزهر والنشأة والاسم، معلومات كتيرة جدا هنعرفها من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور محمود حسين، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة. صباح الخير، وكل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنة وانتم طيبين جميعا، ورمضان كريم. الله أكرم. جامع الأزهر طبعا من الجوامع اللي نقدر نقول إن هي يعني فيها أكتر من جانب تعليمي وثقافي وديني وأثري الحقيقة، والحقيقة كمان موقعه مهم جدا، المساحة نفسها اللي بيقع عليها جامع الأزهر كبيرة جدا،
نبدأ نتكلم على قيمة الأزهر في البداية. قبل ما نتكلم عن الأزهر، الأزهر ليس مجرد أثر وليس مجرد مسجد. الأزهر مؤسسة وقيمة كبيرة جدا في التاريخ المصري، بمعنى أنه إحنا نستطيع أن ندرس كل العمارة الإسلامية من خلال عمارة الأزهر، ونستطيع أن ندرس علاقة الأزهر بالحركات الوطنية في مصر والثورات الشعبية وما إلى ذلك. صحيح. نستطيع أن ندرس حركات التنوير والثقافة من خلال الأزهر. إذن الأزهر هو مؤسسة وليس مجرد دور يؤديه أي مسجد. لكن نعود في الأصل إلى فكرة الأزهر. لماذا أنشئ الجامع الأزهر؟ الجامع الأزهر أنشئ بغرض أن يكون هناك مسجد جامع لمدينة جديدة هي مدينة القاهرة التي أسسها جور الصقلي عند دخوله إلى مصر بأمر سيده الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. فمجرد وصوله إلى مصر شرع في بناء عاصمة. العاصمة دي ناس كتير بتعتقد أنها كانت عاصمة للناس، إنما العاصمة اللي هي القاهرة التي أنشأها جور الصقلي لم تكن مدينة للناس بقدر ما كانت مدينة ملكية خاصة بالخليفة وأعوانه والقبائل التي جاءت معه من شمال إفريقيا، مثل قبيلة كتامة وقبيلة زبيلة وبعض البربر إلى آخره. هذه المدينة بنيت لتكون بجوار العاصمة. العاصمة الحقيقية كانت الفسطاط التي ابتلعت العسكر والقطائع في داخلها وأصبحت مجاورة لمدينة صحيح. القاهرة اللي هي المدينة الملكية اللي أنشأها جوهر. في إنشاؤه للمدينة القاهرة أنشأ المدينة بشكل مستطيل بحيث أن يكون هناك شارع طولي وشارع عرضي، وجاء في منتصف التقاء الشارعين وأسس المسجد الجامع اللي هو جامع الأزهر. قيل الكثير من الأقاويل والأراء حول لماذا سمي بالأزهر. كثير من الناس اعتقدوا لأنه لونه كان أبيض في الزهرة، لون الزهرة. وناس تاني قالت والله هو سمي كذلك لأنه فاطمة الزهراء اللي هي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي ينتمي إليها أو ينتسب إليها الخلفاء الفاطميين، فبالتالي سميت بالزهراء. ولكن أصحاب هذا الرأي فاتهم أنه لو كان هذا الرأي حقيقي لكان قد سميت القاهرة بالزهراء. صحيح. مثل الزهراء الموجودة في الأندلس، مدينة الزهراء الموجودة في الأندلس. ولكن ربما كان تسميته بالأزهر نظرا للتفاؤل بمستقبله، التفاؤل بأنه سوف يزدهر ويضفي قدرا من التنوير وقدرا من الإشعاع التعليمي والثقافي على المحيط بتاعه. أنشئ الأزهر 359، افتتح للصلاة 361 هجرية 972، وأقيمت فيه في ست يعني في شهر رمضان أول صلاة جامعة من الخليفة المعز أو نيابة عن الخليفة المعز، وقام بها في ذلك الوقت جوار. لكن دائما كان الخليفة هو الذي يؤم الناس بالصلاة، وكان في طقوس للخليفة وهو خارج من القصر حتى يصل إلى الجامع الأزهر ليلقي خطبة الجمعة. كان لازم يلبس الطيلسان، وده نوع من الأردية الثقيلة بالذهب والفضة، وعليه العمامة بتاعة الخليفة الشهيرة، ويعطي حملة الأعلام والبنود، لأنه كان في واحد في الميمنة وواحد في الميسرة، يعطيهم أكياس النقود الذهبية والفضية حتى توزع وفقا لما هو مجدول سابقا أو الصدقات المستجدة. فطيلة خروجه في الطريق إلى الجامع الأزهر حتى يصل إليه كانت توزع الهبات على الناس طيلة الطريق، ثم يستريح بعض الشيء في المقصورة الخاصة به، ثم يبدأ في إلقاء خطبة الجمعة، وبعد خطبة الجمعة يستريح بعض الشيء، ثم يبدأ في إعطاء الناس بعض الهبات وبعض الهدايا العامية، ثم يعود مرة أخرى في موكب. وكان يسمى هذا موكب الجمعة، موكب صلاة الجمعة للخليفة الفاطمي. ظل خلفاء الدولة الفاطمية على هذا المنوال حتى آخر خليفة فيهم اللي هو الخليفة العاضد. يعني ظلت طيلة العصر الفاطمي الخلفاء هذه الطقوس، يعني يحرص الخليفة على أن يصلي صلاة الجمعة
في الجامع الأزهر ويؤم الناس في الصلوات في هذا الجامع. الواقع أن الجامع الأزهر عندما بني كان نصف المساحة الموجودة الآن، هو المساحة بتاعته دلوقتي حوالي 12 ألف متر مربع، والشكل العام له هو شكل متعدد الأضلاع. صحيح. يعني ما هوش نقدر نقول مربع ولا مستطيل لأن شكله متعدد. هو تراث فريد من نوعه لأنه هو عالم آخر. كمان كتيرة جدا على يعني على مدار العصور المختلفة في إضافات، كل واحد أضاف جزء، فبالتالي أصبح يعني الطراز المعماري أو الشكل المعماري مختلف عن أي جامع آخر يعني. طبعا لا شك، هو جامع الأزهر بدأ أهميته تتضح ليس لكونه مسجدا جامعا، لأن في مصر كان فيه المسجد الجامع العتيق اللي هو جامع عمرو بن العاص، ثم جامع مدينة العسكر اللي أنشأه العباسيين، ثم جامع أحمد بن طولون في القطائع. فكان عندنا قبله ثلاث جوامع يعني جامع أو مساجد جامعة أنت عارفها. لكن الأزهر حول في عهد العزيز بالله، العزيز بالله ثاني خلفاء اللي هو ابن المعز، حول من مجرد مسجد إلى جامعة، جامعة للتدريس، جامعة لاهوتية لتدريس المذهب الشيعي حسب على حسب الطريقة الإسماعيلية. في هذا كان تحول جوهري في دور الأزهر في المجتمع المصري ودور الأزهر في الدولة المصرية، يعني حدد له الوظيفة الحقيقية للأزهر حتى الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. لما تحول إلى هذا النمط من تخريج الدعاء حسب المذهب الشيعي الإسماعيلي، عمل جامع آخر إلى الشمال بالقرب من السور الشمالي اللي هو جامع الحاكم بأمر الله، وفتح الباب الخاص به على الخارج حتى يستطيع الناس أن تصلي إذا ما أرادت أن تصلي في هذا الجامع الفاطمي. وأما الجامع الفاطمي الأصلي اللي هو جامع الأزهر فتحول إلى جامعة، ولذلك احنا بنقول دايما أن جامع الأزهر أقدم جامعة في التاريخ. ليه؟ لأنه بالفعل بدأ في التدريس وأفرد العزيز أموال طائلة على المدرسين الذين يدرسون، وكان أول واحد فيهم القاضي النعمان وابنه علي ابن القاضي النعمان، ودول كانوا بيدرسوا طبعا فقه المذهب الشيعي في ذلك الوقت، يعني كان قاصر على هذا. في تطور بعد ذلك في أيام الحاكم بأمر الله، حاكم بأمر الله جدد في العصر الفاطمي في الجامع الأزهر سنة 400، وعمل أوقاف لا طائلة يعني طائلة على الجامع للحصر اللي تستخدم في فرش في الصلاة، القناديل، سلاسل القناديل، الزيوت المستعملة، البخور الذي يطلق في الجامع باستمرار، الخطباء، المؤذنين، الخدم اللي موجود، الميضاءة والمصاريف الخاصة بها، كل ده عمل وله وقفية من أقدم الوقفيات الإسلامية في عهد الحاكم للصرف على الجامع الأزهر، وإلا ما استمرش يعني في دوره نتيجة للنفقات الطائلة اللي كانت. هل توقف الجامع فترة يعني أثناء التاريخ؟ طبعا ده أمر طيلة العصر الفاطمي استمر خلفاء الدولة الفاطمية في مسألة الإضافة والتجديد. صحيح. الأمر بأحكام الله، وحضرتك عارفة أنه في جامع في متحف فن إسلامي محراب خشبي. صحيح. باسم الأمر كان معمول للمسجد الجامع الأزهر، والحاكم نفسه كان في باب برضو في المتحف الإسلامي عمل لكي يوضع في الجامع الأزهر، والمستنصر عمل بعض التجديدات فيها، الحافظ كان أهم واحد لأنه عمل رواج جديد فأدى إلى تغيير الشكل المعماري أو التصميم المعماري للجامع الأزهر، فأصبح صحن مكشوف وأربع أروقة، عمل الرواق الرابع لأنه الجامع الأزهر بني بثلاث أروقة فقط، ثلاث أروقة، رواق القبلة في خمس بلاطات، الجانبيين في ثلاث بلاطات، الأمامي ما كانش فيه بلاطات إلا أن أضاف الحافظ لدين الله. المهم أنه استمر المسألة كده في العصر الفاطمي إلى أن السؤال بتاعك إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي. صحيح. جاء صلاح الدين الأيوبي بفكر مختلف تماماً عن فكر الشيعة الإسماعيلية، بل جاء ليقضي على هذا الفكر تماماً. صحيح. ويبدأ في إعادة تأهيل العقل المصري في ذلك الوقت أو عقل الناس في 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 مصر لاستيعاب مرة أخرى أو لعودة مرة أخرى للمذهب السني. صحيح. فعمل ده من خلال أكثر من
طريقة. استدعى كل فقهاء أهل السنة من أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، أبطل إنشاء فكرة المساجد الجامعة وأنشأ المدارس. المدارس هنا كان دورها توجيهي تثقيفي لإعادة الفكر السني مرة أخرى بعد أن استمر الفكر الشيعي قرنين 200 سنة. والواقع أنا هنا لازم يحضرني أن الشعب عمومه يعني ما كانش قد تشيع، لأنه كان دايما ميال عاطفيا للخليفة العباسي، لكن في طبعا دايما بيبقى في أصحاب المصالح وأصحاب الوظائف الكبرى وما إلى ذلك. لكن هو لذلك مهمة صلاح الدين الأيوبي كانت يعني سهلة وميسورة، أنه أعاد مرة أخرى الشعب ده إلى فكرة المذهب السني. لكن أغلق الجامع الأزهر، لأن شعر أن وجود الجامع الأزهر وبرسالتي ومدرستي سوف يعيق فكرة التحول الذي جاء هو من أجلها. أعيد فتح الجامع فيما بعد؟ أعيد فتحه في أيام المماليك على وجه التحديد في عز الدين الحلي في عهد السلطان الظاهر بيبرس. الراجل ده رجع تاني الأوقاف بتاعت الأزهر إلى الأزهر بعد الناس ما نهبتها في الفترة الأيوبية وبداية العصر المملوكي، واستخدم هذه الأوقاف في إعادة تبليط المسجد وإعادة دهان وإعادة فرش وإعادة، وعمل احتفال ضخم جدا في عهد الظاهر بيبرس لإعادة الجامع الأزهر إلى ما كان عليه مع تغيير الوظيفة. ما أصبحش بقى الأزهر اعتبارا من العصر المملوكي واعتبارا من إعادة تأهيله وإعادة افتتاحه هو مسجد أو معهد يخرج للمذهب الشيعي، لا، ده أصبح حامي حمى المذهب السني بفروعه المختلفة. خلينا دكتور محمود نتكلم كمان على البيبان الأزهر، وده يمكن مش موجود في جوامع أخرى. لا موجود لكن مش بالكثرة دي، يعني احنا عندنا مثلا 8 أبواب مثلا في الجامع الأزهر. عندنا 8 أبواب للجامع الأزهر، عندنا كمان هو عندنا كل فئة بتدخل من باب، يعني الصعايدة من باب، المغاربة من باب، فخلينا نتكلم على هذه المعلومة. هو عندنا أبواب في يعني 8 أبواب بالفعل، في باب المزينين وفي باب الباب العباسي اللي أنشف عهد الخديوي وعباس، ودول في جهة، والباب المغربة وباب الشوام وباب الصعيدة جهة، وعندنا الباب الثاني اللي هو باب الشوربة اللي كان المجاورين دول من طلاب الأزهر هنيجي عليهم كانوا بياخدوا الشوربة منه من جنب المطبخ هناك، وباب الحرمين عشان كده سمي باب الشوربة. اسمه باب الشوربة طبعا. والباب الأخير اللي هو الباب بتاع الجوهرية اللي هو ناحية زاوية العميان، اللي كان باب صغير جدا للمدرسة الجوهرية. الواقع انه ايه هي بقى الأروقة وايه هي المجاورين اللي في الأزهر اللي اسمع عنهم؟ المجاورين هم المبعوثين اللي هو يعني البعوث الإسلامية اللي أنشأتها الثورة. هم دول نفس المجاورين اللي كانوا زمان، ونوعين من المجاورين، نوعين من المجاورين من داخل الأراضي المصرية زي رواق الصعيدة، رواق البحروة، رواق ال بعد كده نخرج من مصر يبقى عندنا رواق المكيين، رواق اليمنيين، رواق المغاربة، رواق الشوام، رواق الروم، رواق كل دي أروقة إما للمسلمين أو لناس من داخل مصر. وعلاقة الرواق الصعيدة دي كان ليها قصة مع عبد الرحمن كتخدة، إن عبد الرحمن كتخدة ده هو اللي أنشأ رواق الصعيدة وأنشأ باب وأنشأ الباب تاني اللي هو باب الشوربة. وكان إيه علاقته بالصعيدة وليه كان بيحب الصعيدة في مصر؟ يقال في رواية هذا القصة زي ما رواها الخطط التوفيقية إنه كان بيحب الشيخ عبد الهادي العدوي شيخ الرواق ده، والراجل ده كان ومن محبته ليه أنشأ هذا الرواق، بل عمل المدفن بتاعه في بجوار هذا الرواق، ودفن عبد الرحمن كتخدة بالفعل في هذا الجزء من المسجد. فهو الأزهر أدواره متنوعة ومتعددة، لم يخلو حاكم من حكام مصر من علاقة بالأزهر. يعني عبر التاريخ
التاريخ الفاطمي كله. هل ده الإثبات إن هم موجودين بالإضافات المعمارية اللي بيضيفوها سواء رواق أو سواء مئذنة مثلا؟ ده كان يعني دليل على إن هم موجودين وإن هم يعني عندهم قدرة على العطاء كمان، يعني إن هم بيصرفوا مبالغ كبيرة جدا للإضافات دي. أصبح الأزهر زي ما تقولي مرآة تعكس التاريخ المصري. صحيح. فأصبح كل حاكم يشعر أن عليه إضافة إضافة في الأزهر، من يوقف وقفا، من يهب هبات، من ينشئ منشآت. يعني عندنا ثلاث مدارس أنشئوا في الأزهر، المدرسة الطيبراسية 709، والمدرسة الأطبغاوية 844، والمدرسة الأسف الجوارية 844، والمدرسة الأطبغاوية 740. كل دي مدارس ألحقت بالأزهر لتنمية الدور التعليمي بتاعه. ثم بعد كده لما نيجي عند المآذن نجد أن كل حاكم من الحكام أصر وحرص على أن يضيف إلى الأزهر مأذنة. لدينا مثلا مآذن من عصر المدرسة الأقبغوية اللي الأقبغة عبد الواحد، ثم قايد باي، ثم قنصول غوري، المدرسة اللي صحيح. هي المأذنة الشهيرة ذات الرأسين، ودي مدرسة مأذنة شهيرة وفريدة في العمارة بتاعتها. صحيح. إنه إن الصاعد لا يرى الهابط فيها، يعني أعملها بحيلة معمارية إن اللي يصعد إليها لا يرى من يهبط منها. وأطول مأذنة في واثنين لعبد الرحمن كتخدها طبعا من المآذن دي. عندنا المحاريب كتيرة جدا في جامع الأزهر، كان حوالي 10 محاريب. ثم بعد ذلك ال10 محاريب دول يعني بقى منهم حوالي 6 محاريب، 2 في الرواق الجديد اللي هو انشاه عبد الرحمن كتخدة، لان عبد الرحمن كتخدة انشا مساحه مماثله لمساحه الازهر. صحيح. الى الشمال منه بعد رواق القبله، واضافوا الى اضافوا الى وعمل لها بيبان اللي هو باب الصعيده وباب كذا للدخول منها من الداخل. المحاريب الثانيه 3 محاريب على الصحن صغيره، والمحراب القديم العتيق اللي هو اكتشفه حسن عبد الوهاب، وده اللي يعتقد انه كان محراب جوهر، وان كانت الاراء الجديده بتقول انه ليس المحراب العتيق وانه هو محراب من المحاريب الفاطميه التي انشئت في المسجد. الجامع طبعا فيه حوالي 385 عمود اصلي. الجامع الفاطمي يعني بدا يتضاءل مساحته الى جوار التوسعات المختلفه اللي شهدتها هذه المنشأة أو هذه المؤسسة الضخمة اللي تحت كلمة الأزهر. فبالتالي أصبحنا نرى في العصر المملوكي قايد باي والسلطان برقوق، وفي عهد الناصر محمد أيضا أنشأت منشآت إلى أن وصلنا للغوري، وبعدين في العصر العثماني السلطان سليم أول ما دخل مصر أول مكان زاره عام كان جامع الأزهر، عايز يعني يحط نفسه تحت غطاء ديني، فبالتالي راح زار الأزهر وأمر بفرشه وأمر بالعناية به إلى آخره. بعده كده جه عبد الرحمن كتخدة، التوسعة الضخمة جدا اللي عملها عبد الرحمن كتخدة. بعد كده في عصر محمد علي، محمد علي نفسه أنشأ رواق السنارية، وجه بعد منه الخديوي إسماعيل عمل برضه تجديدات في الأزهر، محمد توفيق عمل تجديدات في الأزهر، إلى أن وصلنا إلى فاروق آخر ملوك الأسرة العلوية. صحيح. أيضا أضاف إضافات. وبعد كده لما جت الثورة سنة 52، ثورة يوليو 52، أول شيء عملته الثورة الاهتمام بالجامع الأزهر، وعمل مشاريع لتطوير الجامع الأزهر، لأنه إحساسها أنه تاريخ مصر يبدأ من خلال أو يعكسه الأزهر بشكل أو بآخر. أكيد. ارتبط الأزهر أيضا بأنه المكان الذي من الممكن مخاطبة أفئدة الشعب المصري من خلاله. لما راح جمال عبد الناصر في العدوان الثلاثي سنة 56 وصعد بعد صلاة الجمعة إلى منبر الأزهر وخاطب الشعب من خلاله. في ثورة 19 ما تنسيش الدور اللي لعبه الأزهر في الحركة الوطنية، وكان يخرج منه المسيحيين والمسلمين في مظاهرات ضد الاحتلال البريطاني. كل الرؤساء الذين جاءوا بعد ذلك أيضا، أنور السادات اهتم بالأزهر، حسني مبارك اهتم بالأزهر وعمل
مشروع مع وزارة الإسكان كبير جدا لإعادة تبليط وتأهيل الأزهر. في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت المنحة التي قدمت من الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، فقدمت لإعادة تأهيل المؤسسات بتاعة الأزهر من حيث الصرف والإضاءة والعصرنة، يعني عمل يعني وسائل عصرية صرفت عليها مبالغ طائلة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائب الملك في ذلك الأمير محمد بن سلمان. أنا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار المفيد جدا والممتع في التاريخ وأهمية الأزهر الحقيقة من خلال لقائي مع حضرتك. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمود حسين أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة. أنا نورتنا وشرفتنا، وكل سنة وحضرتك طيب، ألف خير. نلتقي والفقرة قادمة على مشروع قومي والتعليم بعد الفاصل. فقرة مهمة جدا مرتبطة بالتعليم وهو مشروع قومي، تطوير التعليم، تطوير المناهج، تطوير الطالب، تطوير المدرس. الحقيقة كل ده هنتكلم فيه من خلال لقائنا مع الكاتب والأديب والتربوي أستاذ علي عبد الفتاح. صباح الخير. يا أهلا. وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين. وحيك بألف خير. أيام سعيدة علينا جميعا. خليني في البداية أتكلم على الجانب التاريخي من يعني أن حضرتك التقيت بعدد كبير جدا من أدباء في مصر، الحقيقة منهم نجيب محفوظ. خلينا نتكلم على يعني هذا اللقاء والكواليس الخاصة بهذا اللقاء. والله يعني تقريبا أول ما ابتديت أقرأ كنت أقرأ لنجيب محفوظ، ولدرجة أن أنا يعني كنت أتمنى أن أنا أشوفه، وحصل صدف كثيرة جدا أني التقيت به في قاعدة في مرمار في الإسكندرية، فكنت أسجل الحوار اللي بيدور في الندوة. وبعد الندوة ما تنتهي كنت أقترب منه وأفضل أتناقش معه وأتكلم معه. والتقيت به مرة في كازينو علي بابا في التحرير، وكانت صدفة برضو التقيت به وقعدت معه واتكلمت، اتعلمت منه مدى التواضع، مدى حبه للثقافة، حبه للمعرفة، وكذلك رغبته الشديدة انه هو يرشدني لأشياء كثيرة. لأن هو سألني قال لي بتقرأ ايه الأيام دي؟ فقوله روايات، قال لي لا لازم تركز على التراث. التراث العربي دي قضية مهمة جدا. أي إنسان عايز يبقى مبدع في مجال الأدب وفي مجال الثقافة لازم يرجع للتراث. السبب كان إيه؟ هل أن يكون عندك ككاتب وأديب فيما بعد أن يكون عندك هذا المخزون الثقافي ويعني المخزون الخاص بالمعلومات والتراث والتاريخ أيضا، هل ده بيثقل الكاتب؟ فعلا. التقيت مرة الله يرحمه يوسف السباعي في دار الأدباء، وكنت بعرض عليه مجموعة قصص قصيرة، فبص فيها كده قال لي نفس العبارة اللي أنا سمعتها من نجيب محفوظ لما كبرت شوية، لأن أنا كنت أيامها في ثانوية عامة. فقال لي شوف أنت عايز تبقى كويس؟ قلت له آه. قال لي طيب أنت بتاخد شذرات بس في منهج الثانوية العامة، حاجات بسيطة عن الأدب القديم، لازم تقرأ لمحمد عبده، لازم تقرأ للجرجاني، لازم تقرأ للناس الفطاحل دي، لأنك هتتعلم منها كتير. وفعلا لما رجعت بعد كده وابتديت أثقل تجربتي وأعمل عملية تغذية لثقافتي من خلال، اتعلمت كتير جدا واستفدت كتير جدا أكتر يعني. والقراءات القديمة دي هي اللي ساعدتني إن أنا أكتب، وديتني افكار جديده، افكار ويعني ومعجم خاص بالكلمات ومفردات. لما جيت مثلا اكتب عن
عن مثلا اكتب عن نضال قباني، اكتب عن، لان انا كنت بشتغل في الصحافه لان عشت في الكويت فتره وكنت ماسك هناك صفحه ثقافيه، فكان كل يوم بكتب شيء. فعندي ريسورسز، عندي مصادر كثيره جدا ممكن قابلت عبد الوهاب البياتي، قابلت نجيب محفوظ، قابلت توفيق الحكيم، قابلت انيس منصور، قعدت مع الناس دي. اكتر حاجه حضرتك شعرت ان هي بتجمع ما بين يعني هذه الشخصيات العملاقه والادباء، اكيد في سمه معينه بتجمع ما بينهم، ما هي هذه السمه؟ الصدق في التعبير. مفيش حد فيهم يعني يعبر عن شيء هو مش مؤمن بيه. يعني لما انيس منصور يقول انا ولدت في اسره فقيره وكنت امشي 3 كيلو عشان اروح المدرسه، منتهى الصدق، منتهى الجراءة أنه يعبر عن نفسه بالطريقة دي. لما توفيق الحكيم يقول أن أبي أرسلني إلى فرنسا لدراسة القانون ولكن ذهبت لأدرس الموسيقى وأدرس المسرح، يعني يحكوا لك أشياء فعلا لا يمكن أن تتصوريها. لما يعني حضرتك تقصد أنه بيتم فيما بعد أنه لو حتى يعني كان بيهدف أنه هو هيدرس، لا، أنه ممكن يكون في شيء آخر إبداعي مثلا. ما هو توفيق الحكيم بيقول أنا رجعت من فرنسا ما خدتش شهادة عليا في الحقوق، بيقول لكن درست المسرح واستفدت. إذن وده ساعده أنه يكتب أشياء جميلة وأشياء كتيرة في مسرح المجتمع. إذن أستاذ علي، مهم جدا أن يكون عندي مخزون ثقافي جيد، يكون عندي يعني قدرة على أن أنا يكون عندي هذا الاستعداد لتثقيف الذات، أني أطلع على كل شيء، وده بيثقلني فيما بعد حتى كطالب. خلينا نتكلم على الجيل الحالي. حابب تتكلم على وقت الأغلبية كانت كده، لكن الأجيال الجديدة الحقيقة محتاجة إن هي يعني يتم إعادة تشكيلها وتوظيفها، إن هم يكونوا ميالين إن هم فعلا يطلعوا على الثقافة، على الأدب بشكل عام منذ الطفولة في السنوات الأولى للتعليم. شوفي، الجيل الجديد أو الطلبة أو العالم ده كله أنا عايش فيه، وبقول حاجة واحدة، هم مش مذنبين في حاجة، إحنا المذنبين، إحنا السبب اللي طلعنا هؤلاء الطلبة لا يتجهوا للقراءة، لا يهتموا بالثقافة، لا يهتم بالعلم كقيمة كبيرة جدا. إحنا مجموعة آباء ومجموعة مدرسين ومجموعة تربويين ومجموعة مؤسسات تربوية لا نشجع الطالب على ذلك، فهم حصيلة لفكرنا اللي ما قدرناش نثبته، اللي فكرنا ما قدرناش نفرضه على الواقع. يعني حضرتك لما تدخلي اي مدرسه وما فيهاش مسرح دي جريمه كبيره جدا، ما تخشي اي مدرسه ما فيهاش مكتبه دي جريمه، والجريمه الاكبر ان ما فيش حد بيشجع على القراءه، ان احنا ما بنعملش احتفاليه للقراءه، احتفاليه لمن يلخص كتاب، احتفاليه لمن انا احفل يعني اعمل عمليه تحفيز للطالب ان هو يقدم منتج ثقافي ادبي وان انا اكافئه على ده. مظبوط، لازم احنا كتربويين وادباء ومؤسسات تربويه نوفر المناخ اللي الطالب ينمو فيه، ولازم جميع البرانشز، جميع الفروع المعرفه داخل المؤسسه الثقافيه او التعليميه لازم كلها تبقى وحده واحده، لها هدف واحد، لكن للاسف ملناش هدف واحد. انا بشوف ان انا كمعلم عايز القن الطالب الماده اللي عندي والسلام عليكم، ماليش علاقه، وده اكبر خطا، لان يعني التدريس ليس فقط just to teach your syllabus، لا، ده انت to teach beyond your syllabus. يعني انت تدرسي ما وراء هذا الكتاب. صحيح صحيح، ويمكن ده اللي بيختلف يعني او اللي بيعمل الاختلاف ما بين الطلاب عندنا في مصر وعلى مستوى العالم، يعني في اوروبا او امريكا، ان بتجد ان الطالب
ممكن يكون سنه صغير جدا بس عنده معلومات عامه، مثقف، يقدر يتناقش معاك في موضوعات كبيره جدا مش متوقع ان هو يتكلم فيها. يمكن عندنا كمان صحيح عندنا الطلبه بيدرسوا تاريخنا وتاريخ مصر الفرعونيه بشكل على مدار السنوات، لكن خارج مصر ايضا بيدرسوا هذا، وده يمكن ملوش علاقه بحضارتهم ولا ثقافتهم، لكن تلاقيه مطلع ومهتم بهذا التراث او هذه الحضاره المصريه القديمه من خلال المناهج الدراسيه. ماذا نحتاج لتغيير المنهج بالنسبه للطالب المصري حتى يكون يعني قريب الى الطالب في الخارج؟ شوفي، انا خبرتي في مجال التعليم 40 سنه. انا جيت سافرت قعدت بره مصر 30 سنه، رجعت لقيت التعليم زي ما هو. زي ما هو بالظبط، بل بصوره اسوأ. فعندي شويه افكار، عايز اعمل حاجه مفيده، احس انا بالفخر بنفسي. يعني مش اعمل حاجه عشان المدرسه تنبسط او عشان الوزاره تبقى مبسوطه ان في شخص بيشتغل بالصوره دي، لا، انا عايز حاجه يعني فور ماي سيلف، لنفسي انا. اقعد مع حضرتك اقول لك انا عملت كذا وعملت كذا وعملت طبعًا كذا. طبعا احنا قضيتنا الحقيقيه تكمن في المنهج. المنهج اللي انا درسته ابائي درسوه واجدادي درسوه، هو كتاب النصوص في اللغه العربيه زي ما هو، ما فيش حاجه فيها اتغيرت، وهيدرسوه ابنائي درسوه ابنائي واحفادي هيدرسوه بنفس الصوره. هذا المنهج مبني على قاعده ثابته وهي الحفظ والتلقين بس. دي اللي بتعمل عندنا فجوه بعد ان ينتهي الطالب من المرحله الثانويه بشكل عام وينتقل الى الجامعه، تجد حضرتك ان في فجوه كبيره جدا في اسلوب التعليم، في طريقه التعليم والتدريس. النقله دي او الترانزيشن ده يعني مهم قوي ان احنا نحاول ان احنا نقرب للطالب ان هو يعتمد على نفسه في التعليم والمذاكره، ان هو يتعلم يعني ايه بحث، وان هو يكتب باسلوبه، ان هو يكون عنده قدره على الاطلاع ويقدر يلخص ويستوعب. زي ما حضرتك بتقول ان مهم قوي ان انا اكافئ الطالب ده، ان هو لو قدم لي بحث بشكل معين ان انا اكافئه ان يعمل لي ملخص عن روايه، او ان هو يطلع على الموضوع الفلاني ويكتب لي عنه يعني موضوع صغير. لكن ده بيخليه اولا عنده ثقه في نفسه، عنده قدره على الاطلاع والبحث، وان هو يتعود ان هو ما يحفظش ويكتب وخلاص، وانس ان الامتحان انتهى خلاص كل المعلومات تبخرت. بس الفكره دي جميله جدا، ولذلك الطالب لما ينتقل للجامعه، الجامعه نظامها في حريه اكتر، في مجال كبير اكتر. لازم يكون عندنا ده كمان في المدارس الحقيقه. فالطالب او بيدخل الجامعه يلاقي نفسه مطلوب منه يعمل بحث ويحضر، ما كانش بيمارس ده في الثانوي. طب ليه ما كانش بيمارس ده في الثانوي؟ لان مشغول ان هو يحفظ. لان المدرس اللي عندي برضو هو راجل ليرند، يعني هو متعلم، لكن نوت كلتشر. احنا عايزين مدرس متعلم مثقف. برافو عليك. طيب كيفية الوصول إلى المدرس المثقف؟ لأن ده بيعكس لي مباشرة وبينعكس على الطالب. إيه اللي مهم كمقومات المدرس في وقتنا الحالي بالتغيرات في السوشيال ميديا والعصر والسرعة؟ كل ده أنا مطلوب مني شخصية بمواصفات معينة. في جانب يخص الدولة مهم جدا، وفي جانب يخص المدرس ذاته. جانب الدولة انها توفر المجال للمدرس ده ان هو يزيد من المعلومات. ليه ما نعملش مثلا اكاديمية للابداع للمدرسين؟ بعد المدرس ما يخلص 4 سنين كلية تربية او اداب او اي حاجة، يدخل الاكاديمية دي. الاكاديمية دي هيبقى دراسة لابداع المدرس، دراسة لاكتشاف ابداعه، وبعدين بتزوده بثقافته، تعمل عملية يعني انريتشنج فور هيز كالتشر. فالمدرس لما يتخرج من هي طبعا فكرة خيالية، بس أنا كتبت عنها في كتابي وقلت ده حل من الحلول. هما في شركات خاصة بدأت بتعمل كورسز وبتعمل حاجات كده، برامج
تقول للمدرس تعالى واحنا. طيب كمان الكمبيوتر سكيلز بالنسبه للطالب في مراحل مختلفة، مثلا نقول ابتدائي اعدادي ثانوي، مهم قوي ان هو يكون عنده المهارات للكمبيوتر ده، لانه بيساعده على الاطلاع على التثقيف. لكن التوجيه بالنسبة للطالب من المدرس المثقف ان هو يستغل الانترنت او يعني التكنولوجيا اللي موجودة في المفيد بالنسبة له، مش ان هو يضيع وقته، لانها الحقيقة يعني بتاخد وقت كبير قوي من الطلبة. شوفي طلابنا جميعا يعني very excellent في التكنولوجي، ممتازين جدا كويس جدا. بيستغلها بقى لكن الميثود اللي هم بيستخدموها الاستراتيجي التكنيكس اللي هم بيستخدموا ايه؟ هو بينزل افلام، بيجيب اغاني، بيجيب، لكن احنا كاساتذه وكتربويين لازم نوجه بقى. لازم نوجه الاولاد ونوجه الطالب بحيث ان هو يبتكر الفكره. يعني انا ما هو التعليم ما فيهوش قهر، التعليم ضد القهر. صحيح. انا لو قلت للطالب غصب عنك هتكتب عن نجيب محفوظ مش هيكتب، لكن لما اقول مين يحب يكتب عن شخصيه بيحبها، حتى لو كتب عن لاعب كره مفيش مانع. ليه لا؟ مفيش مانع، بس المهم ان هو يبتكر الفكره. وعشان انا اساعد الطالب ان انا ابتكر يبتكر الفكره، لازم انا كتيتشر احترم الطالب ده كويس جدا. مهم قوي ان انا ادي للطالب الثقه وان انا احترمه، لكن ده مش هيجي من الفراغ. العنصر المهم جدا المدرس، لازم يكون متزن كمان نفسيا جدا، يكون يعني عنده قدره على العطاء، ان هو قادر يوجه الطالب بالشكل ان هو يحببه ان هو يكتب عن نجيب محفوظ. ممكن يتناول الموضوع من حيث ان هو ممكن يتناول الافلام كلها بشكل معين، بحيث انه يقول مين اللي ورا هذا العمل. بس في قضيه مهمه، هي قضيه الانتماء، قضيه الولاء، دي مهمه جدا كمان. يعني انا لازم لو انا بدرس اي ماده لازم اربط الماده دي قضية حب الوطني. صحيح. وحب للمشاركة وحب للفولنتير جوب، يعني ان انا الفولنتير جوب ان انا اكون متطوع لعمل اي شيء. ايوه مهم جدا جدا، ده دي لازم ناكد عليها جدا. ده هيتنقلي من خلال ان انا اشوف مدرس بيعمل عمل تطوعي وبيشاركني فيه، يعني وده اللي بيحفز الطالب. يعني المدرس الفلاني لا كان معانا في الموضوع الفلاني وكان متطوع وعمل كذا، فيبقى نموذج وقدوه قدام الطالب، فده بيفرق جدا. يعني احنا مثلا كنا هنعمل كلينلينس داي، يوم النظافه في شغل، فانا قلت للتيتشرز، انا كنت مدير مدرسه ايام، ان احنا لازم احنا نبدا بانفسنا نلم، ناخد الورق من الارض. فالبعض اعترض، قلت لهم انا كمدير المدرسه هعمل. فالاولاد لبسوا الجلافز ومش عارف ايه ولبسوا كوت كده وشالوا باسكت، فشافوني وانا بلم بحط، فكل المدرسين ابتدوا معنا واشتغلنا، فكنا احنا نموذج لهم. فكره طبقناها ولم نكررها مره اخرى. صحيح. لزحمه العمل وتكدس العمل على المدرس وعلى المدرسه وعلى الطالب، لكن احنا ممكن نربط انتماء. يعني انا بقول للطلبه احنا ليه المدرسه لها صور ليه؟ مش عشان ما تهربوش، لا، احنا بنحميكم من ثقافة المجتمع الفاسد. صحيح. بره المجتمع تسمع ألفاظ مش لطيفة، بتشوف مواقف وحشة، لكن السور ده بيحميه. فأنا بلقن الطالب بلقنه ثقافة راقية جدا في التعامل، في القراءة، في الريليشن شيب، في الحاجات دي. الغريب أول ما يقعد قدام التلفزيون تنهار كل الأشياء دي. فإذا لازم الإعلام يساهم. الإعلام برضه لازم يساهم، لو شاف تجربة جيدة في أي مكان يعلن عنها، ولازم يبقى في رقيب تربوي داخل جهاز التلفزيون على الأقل يشوف النصوص، يشوف الأشياء دي، لا حاجات مش لطيفة يحذفها، لا، ويبقى في برامج خاصة للطلبة. يعني لازم قناة كده، القناة دي بتجيب الأشياء الجميلة اللي في جميع مدارس مصر، كل يوم في مدرسة بتجيب تجربة جديدة، بتجيب حاجة، فدي بتحفز
وبترقى باسلوب الطالب وبترقى باسلوب المعلم. صحيح. بالطريقه دي مهم قوي ان احنا كمان نستفيد من الخبرات على مستوى العالم، يعني التعليم ده على مستوى العالم في دول متقدمه جدا جدا فيه وعندها تفوق في مناهج التعليم. يعني عندنا نموذج من ده المدارس اليابانية. لكن تعميم هذا النموذج ممكن يتم ازاي؟ هو تجربة المدارس اليابانية تجربة ناجحة وفعلا جميلة جميلة جدا، واجمل شيء انها بدأت من الكي جي مع الاطفال الصغار، وده مهم قوي ان انا من البداية بضع كل الاساسيات اللي انا عايزه احطها في المكون اللي هو الطفل ده انه يطلع بشكل فلاني. هيهتموا جدا بالتكنولوجي، بيهتموا جدا بالبيئه اللي حواليهم، الاخلاقيات واخلاقيات الهدوء. انا شفت في على احد المواقع الطلبه الصغار دول داخل الحمامات بينظفوها كويس قوي. كويس، تجربه جيده. خرجوا بره في الشارع بيحطوا قصص ورد وبيزرعوا شجر ومش عارف ايه. يخيل لي ان التجربه دي عندنا ما دام بداناها من القاعده من الاولاد الصغار لازم تستمر، هتنمو والمفاهيم هتبقى سهله جدا. لكن من الخطا ان انا اجيب لك جزء من تجربه يابانيه واقول لحضرتك ايه طبقيها في ثانوي، طبقيها في اعدادي، طبقيها في ابتدائي. طب هل نقدر نقول ان احنا ممكن ناخد من كل بستان زهره كده، يعني نشوف انجح الدول في مجال التعليم بشكل عام؟ والحقيقه التعليم مشروع قومي، والحقيقه السيد الرئيس مهتم جدا بهذا المشروع لانه بناء انسان، وبناء الانسان ده شيء مش سهل ابدا. فاحنا ممكن نستعين بنماذج على مستوى العالم الجيده جدا في هذا المجال ونقتبس منها اللي يناسبنا ويناسب مجتمعنا كمان. مظبوط، لان يعني احنا عشان نبني قضيه التعليم لازم نطلع على جميع النماذج اللي حوالينا. والخطوه اللي اتخذتها الدوله او اتخذتها الوزاره بادخال التابلت تجربه جميله وتجربه كويسه، ولكن كنت اتمنى انها تبدا من الكي جي. طيب. تبدا من تحت خالص. اهم يعني نصيحه تقدر تقدمها لاولياء الامور في تعاملهم مع الابناء، ايه المهم قوي ان الام والاب يقدموه او يوجهوا الطفل بالمعلومه اللي هي هتقدر ان هي تخلي الطفل يتعامل بالشكل اللي احنا عايزينه؟ لانه احيانا انت بتجد ان الاب بيقول له شايف فلان او بيقارن فلان، وده بيعمل عمليه احباط عند طبعاً الاطفال. طبعاً. فحضرتك خبير تربوي وكاتب واديب، ما هو المهم ان هو يقال للاطفال في سن مبكر؟ هو في خطا كبير يمكن انا كنت بعمله زمان وكل الاباء والامهات، ان احنا بنفرض افكارنا وبنفرض سيطرتنا على الـ على الـ على الـ على الطفل. دلوقتي تذاكر، دلوقتي هات، وابتدي انا ما عنديش قناعه او انا خايف من المدرسه فببتدي انا اذاكر له من تاني رغم ان هو كان درس الاشياء دي في المدرسه. فانا بعمل هنا بحط ابني بحطه في حصار داخل المدرسه وحصار، وده يخليني ان انا بقضي على مشكله الدروس الخصوصيه لانها عبء على الاهل الحقيقه. يعني انا لو انا ابني بيحصل من المدرسه بشكل جيد، ان المدرس بيوصل له معلومه بشكل جيد، كل ده هيخليني ان انا يعني اتلاشى مشكله الدروس الخصوصيه. ما الاباء بيرتكبوا برضه خطا. ايه الخطا ده؟ بقول لحضرتك ان هم بيسيطروا على الطالب، وبعدين بيشعروه بالرهبه، بيشعروه بالخوف. لكن انا كتير قوي اولياء امور اقول لهم من فضلك بليز دونت تيتش يور تشايلد، ليف هيم الون. فتقول لا انا خايفه ما اقدرش اسيبه. فأول حاجة إن الأسرة تثق في المدرسة وتثق في المعلم وتثق في الدور اللي بتأديه المدرسة وتسيب الطالب، لكن ما تفضلش تحاصر الطالب اعمل سوي مش عارف ايه وبعدين بتتابعه برضه في المدرسة. صح. ففي عندنا نوع من التدليل القوي لأولادنا.
وبالتالي بيكون تحمل مسؤوليه عند الاولاد فيما بعد تقريبا شبه ما فيش. وذلك بلاقي كتير قوي ان الام زعلانه جدا ان المستر فلان الفلاني ده زعل ابنها، ما خلوش ياكل مثلا، حاجات بسيطه، انما هي عندها ان دي اشياء كبيره. احنا نسيب الطفل ونسيبه يشتغل، صحيح، ونقول له ودي اهم علاقتك بالتيتشر. انا شايفه ان دي اهم معلومه لازم نوصلها للطالب لاولياء الامور وللمدرس. انا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار الممتع جداً والمفيد جدا جدا للكاتب والاديب والتربوي استاذ علي عبد الفتاح، نورتنا وشرفتنا. كل سنه وحضرتك طيب. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله فريق عمل جديد، بنصبح عليك والى اللقاء.